سلام، مبروك العيد. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في الفيديو ديال نهار العيد وكيفاش كدوز هنا الاجواء فرنسا. خويا الزين غادي تعيشوا معايا النهار كامل، شوفوا غادي تشوفوا داكشي كامل هنايا في فرنسا كيفاش كدوز الاجواء لومبيونس فريمون كلشي. فراك غنبر عليكم شهر ديال رمضان كامل، ولكن ماشي لاي حاجه، لسبب مقنع هو انه اول حاجه كنت مريض، وثاني حاجه راكم عارفين هذا الشهر هذا ما كيتعوضش، كيجي مره في العام، فخصنا نستغلوه كيف ما كنقدروا. دونك كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان، انا راه موجد حوايج، تقولوا حنا راه ما كنوجدوش حوايج، ها حنا جليلي باخوتي، ها هي البليغه تقيشرات، هذه التصويرات ما ديوش عليها. كنت صغير، شوف الا كنت بوكوس اخويا الزين، شو كيدير وضع العالمي، والله حتى زين 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 زين. المهم هذه الميده ما ديوش عليها، اخر فطور كنت فطرته. المهم ما جمعتش اش غندير، انا ساكن بوحدي وخدام وكندير بزاف اللعيبات، فما نقدرش ندير كل شيء في دقه، ولكن بلاتي غندير واحد الحاجه اللي زوينه وزوينه بزاف، وهي اول حاجه. شوف راه الفرحه ديال العيد راه ما كتعوضش، الفرحه ديال العيد كتبقى بوحدها. داكشي علاش حتى الناس اللي كتبغي تصوم 6 ايام ديال شوال ديالها ما خصهاش تصوم نهار العيد. علاش؟ لهذا السبب، هي هادي توحش شهر رمضان كامل، كنشم ريحه القهوه. حنا في فرنسا صعيب الحال، حيت كتشوف كل شيء فاضر وانت بوحدك اللي صايم. ولكن هاني سيدي ربي، هادشي سيدي ربي. هانتوما خوتي القهوه ديالي، شهر كامل بشرب نص القهوه، المهم كنت كنشربها مورا فطور، ولكن فهمتي يعني دابا راكم عارفين، هود لي على المعلم، حطها تشعل، غنشربو القهوه ديالنا، أو ميم طون نضرب واحد التدويشه باش نمشيو نضربو للبيسه ونمشيو للمصلى هي أول حاجة. وتتقولوا لي في لي كومونتير واش نتوما من محبي القهوه ولا اتي. انا صراحه من محبي القهوه. شوف هاد السويت هذا، سيري شاد هادشي كيتحرك بوحدك، كيفاش شنو نرجع. آه الله على احساس، هادي فرحه العيد، خاصك تفرح هاد الفرحه، لما فرحتيهاش راك ما صمتيش. الله عليك، سير كوب كوب اخويا، كوب ليا كوب ليا. السكر صراحه كنحاول نقص منه، داكشي علاش غندير غير جوج. عرفتي اللي ما كيشربوش قهوه بالسكر ما يشوفوا هذا الفيديو يقول لي اخويا وقويت. اسمعوا لي اخوتي، هذا الصويت هذا، هذا الصويت مع الزقزقه ديال العصافير والصباح تيطلع، يا سلام. وانا عارفكم كديروا واحد اللعيبه هذه، ما يمكنش ما تكونش كديرها ديال كيأذن، ملي كتعرف راسك صافي العيد كيأذن كتقول والله حتى ناكل، باش فهمتي، حيت كتكون ولفتي داك الصيام ديال كيأذن كتصوم، فهذاك الاحساس ديال انه ملي كيأذن تتاكل كتكون شي حاجه اللي واعره. الله يحفظ ليكم العفارت. اول اوتفيت ديالي دابا نرجعوا مورا ما نضربوا الحطيطه اخويا الزين العالميه. ما كيجيشكم اخوتي، غادي ما غاديش، والله الا زين زين هادشي زين. نفس الفرحة ديالي ملي كنت صغير، ملي كنت كنوجد حويجاتي بحال هكا وكنبقى نتسنى في الصباح، كنبغي غير امتى يطلع الصباح باش نضرب الحوايج ديالي بحال هكا ونخرج حتى للزنقة ونبين للدراري صحابي شنو شريت. المهم ما تلمش ليا بزاف على الجلابة، راه مكمشة شوية، ولكن راه مصلوح ديال الواحد زوفري، فهموني اخوتي. المهم هاد الرويحة ديال زينة، هاد الرويحة شريتها من المغرب عند واحد الإماراتيين، هادي ديال العود، عرفتي هادي وضربها، خليني كتدخل مهيب. نضربو شوية الرويحة، واخا يلا حسنت غتحرقني، هاني هاني هاني، قلنا غير شوية الريحة، قلنا غير شوية، المهم دايزة عواش دايزة. أجواء كنديروهم حنا، حنا اللي كنديرو الأجواء ديال المغرب أخواتي. دابا غادي نفطر واحد الفطيرة بالزربة، بقى ليا هادي شيطة من البارح، غادي نفطرها وهايا ولفة، ولفة زين زين ديال العالم. المهم دير هاد اللعيبة هادي راه حتى يلا فتحات، كنت فتحات مسكينة، هادشي اللي كاين اخوتي. المهم نفطرو ونخرجو يلا. ها هو خرج دار الحطة، جو زين الدراري. ها انتوما شوفوا لي الأجواء كي دايرة اليوم، سبحان الله ملي كيكون الجو ديال العيد كتشوفو ما عرفتش حتى في الجو ديالو تيكون زين. دابا راه كيشوفوني الكوار دابا لابس هاديك، لابس هاد البليغ هادي بحال هكا، تيقولوا دابا اش تيدير هذا؟ راه دابا العشر ايام الاخرى اللي فاتت راه كانت كتصب بواحد الشا، راه ما يمكنش يعني فغيمون، ما عرفتش انا العشر ايام الاخرى ديال رمضان سبحان الله كتبان لك انها العشر ايام الاخرى ديال رمضان، كتحس بها في الجو ديالها، في بزاف ديال الحوايج كتبان لك انه العشر ايام ديال الاخرى ديال رمضان. فدابا الجو اليوم كيف ما كتشوفوا اخوتي زين زين زين. غنخرجوا دابا غادي نمشيو للمصلى، واخا راني معطل حيت انا ديما معطل فهمتي، دينا سبحان الله هكا ما عنديش لا شي تفسير الصراحه. الجامع بعيد عليا تقريبا بشي ربع ساعه، هما عاطيني دابا هي الطوبيس غيوصل من هنايا 15 دقيقه ربع ساعه. ما عرفتش
بلا ما تستناو خصنا نمشيو غادي نضيعوا الصلاه. كنت باغي ناخذ الطوبيس ولكن الطوبيس عطيني ربع ساعه باش غيوصل وغنتعطلوا اخوتي فراه خصنا نوصلوا الصلاه قبل ما تمشي علينا. داكشي علاش غادي ناخذ اخوتي المترو بعد ما كاين حتى واحد ما كنشوف كنقطع بحال لا في المغرب. المهم غناخذوا المترو لاني سبعه اخوتي باش نمشيو للجامع اللي بعيد عليا تقريبا بواحد ربع ساعه. المهم عفطه مع اخوكم ديما الاكشن هذا بعدا مزيان غيوصل في دقيقه شي حاجه اللي زينه. غير هو اخوتي راه عرفتي الناس كيفاش كتشوف فيا ضارب هذيك الشريبين بحالك تنظر عليهم كيشوفوا فيا بواحد الطريقه باش كمل لهم بحال علي بابا ولا سنديبان. المهم احنا هو جايين المترو ديالنا هو سير اخويا سير برا بلادي برا بلادي يضحك برا بلادي معلم ناري بلادي معيان لا انا مقتول اخوتي كلشي غادي للخدمه. بوعيد منابي بوعيد tu sais pas où c'est la mosquée la mosquée c'est là bas oui prière اه انا هو مشى من الجهه الاخرى قلت لي الجامع من هنايا احنا الدراري فوتين قاص زيد 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 على ابراهيم على ابراهيم اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا تقبل صيامنا وقيامنا في رمضان واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته. اخوتي عاد سالينا شوف الاجواء كي دايره. يا سلام ما يمكنش تشوف هكا المسلمين كاملين في بلاصه واحده وعلى برا وتشوفهم هكا حتى هذه شي حاجه اللي واعره صراحه. والله شوف ما يمكنش صعيب شويه هذا العام ولا سهل صراحه هذا العام شو المهم انا بالنسبه لي جاني صعيب ولكن الاغلبيه كيقول سهل اش كان نقولك واحد الحاجه اسهل الربع ديال الزوار ياك عرفتي واحد ربع سنين كانت جات هذيك الكانيكول هنايا في فرنسا واحد السهل عرفتي بنادم كنت تلقى من شهور في البالكوات بحال هكا المشكله ما كيأذن حتى ل 10 وناص 11 عاد كيأذن للمغرب العصر ما كيأذن حتى للسبعه العشيه سي فغي قالوا لي هذه القضيه حنا هذا العام هذا كاع الماكسيموم من زادوا الساعه بقاو يدوا مع 8 ونص ما قبل كانوا مع 7 ونص والصراحه الاخوان بحال المغرب ياك والصراحه الاخوان واحد اللعيبه باش تعرفوها شوف الخدمه في فرانسا مع رمضان راه والله حتى صعيبه علاش حيت الاغلبيه تيخرج مع 4 5 الصباح سي فغي تبارك الله عليكم ورمضان مبارك كريم وتحياتي عليكم راكم تما راكم تما المهم شفتوا الاجواء ديال الجامع دابا خصني نمشي نجيب الحلوه المغربيه خصني نلقى الحلوه المغربيه فين مازال ما عرفتش ولكن كنظن في باربيس راكم ما كاينش اللي ما يعرفش باربيس باربيس هو واحد السوق اللي كيتلاقاو فيه كاع العرب جوبونس غنلقى تماك الحلوه المغربيه باش من بعد نمشيو عند الدار ندخلو في يدينا شي حاجه راه العيد هذا فهموني ما خصكش تدخل في يديك خاوي غنمشيو نشوفو شنو كاين تماك شنو هما الحوايج اللي كيبروبوزيو ونوريكم حسن الاجواء تماك. المغرب كنجي لهاد المحلات كيكونوا هنايا هادو هما اللي كنت كنتقدم لعندهم في رمضان تناخذ من عندهم المسمن الحرشه ديالهم داكشي غير هو دابا هادشي البلاد بانوا لي واقيلا اليوم راه باقي ناعس ماشي زاد والله العظيم كلشي ناعس اخوت انت ما كاينش بعد بزاف نورمالمون هنايا تيكون عامر صابحين معيدين سي بور سا واش ما نعيدوش حنايا شكون صاب لنا الحلوه شكون صاب لنا حنا الحلوه كاين مارشي دابا المعقول راه واحد المارشي بان لكم هي اخوتي نورمالمون تما كنلقاو شي حاجه يلاه نمشيو نشوفوا مبروك العيد اخويا الله يحفظك اليوم بيرميدات اش هاد العالميات دانون تا دانون هو داك السطل ديال دانون اللي كيجيبو لك داركم في الصيف احنا خوش حلا رامي بوم مراكش هاي بطاطا 60 بطاطا 60 بطاطا 60 امال السلام عليكم وعليكم السلام خويا علينا وعليك اخويا امتى لدابا اخوتي كنشوف غير الخضره السمك شي زين تعرف طيب الحوت انت والو انا الحوت كي ماشي خنز لي الدار ديك الدار وي مع دبريكون صغيره وراي بقى لك سيمانه سيمانه ويا الريحه كدور ريحه السردين صحه عيدك صحه عيدك يا عمي كي داز رمضان صافا صافا ولا غير مليح ياك ما داش صعيب صراحه لا مليح ولا غير مليح الحمد لله مليح مازال عندنا واحد بالك 10 سنين هكذا من القدام
ونعيشوا مليح ان شاء الله. ان شاء الله عمو. عيدك مبروك عمو. ايه هنيك. المبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سي لا توني افغان صح؟ افغان. عيد المبارك. عيد المبارك. عيد المبارك وابي. عيد المبارك وابي. مبارك فيكم. Ouais, ouais, franchement, ouais. Vous avez fait la prière? Ouais, ouais. Où? Saint-Denis. Saint-Denis. Oui, j'espère. C'est bien. La tenue, mashallah. Aïe, 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 aïe. Nous sommes allés à l'akhir. Mathieu, le khodra. Au dessert. Allah, hafde, khouya. Chokran. Chal, c'est un euro. Un euro. On doit croire que c'est cher. C'est qu'on s'en, qu'on s'en, qu'on s'en. راك شاد الكاميرا سي ماشي مشكل مولفين ضاربي الكوت ديفوار ضاربي سير هاك خير يا بسم الله عيد مبارك سعيد انجريان مو ماروكا عاش الملك حفظه الله الملك محمد الزروسيس سلام عليكم طول مونت الماروك جيتم بيبي متعة الماروك حبيبي حبيبي احلى مغرب في العالم حبيبي 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 قبل له بوليس قبل له بوليس تيك تاك حبيبي تسلم ليمون صراحه حلو بزاف الدراري والله الا حلو لا لا والله الا حلو والله الا حلو برك مور اكثر من ساعه ديال التقهاب اخوتي لقيت واحد المحل هنايا شبونس فيه الحلوه ولكن ما عرفتش واش مغربيه الصراحه الحلوه ولا لا غندخلوا نشوفوا ضربوا لي يا اخوان هاي الحرشه هذا كعب غزال اشلي ديال اش بونس هادشي جزائري ياك واه ماشي جزائري راه سير هذا كعب غزال تبو بس هذا كمل قرايش اشلي ديال الجزائر هذه دايره بحال الشباكيه هاد العيبه هاد واش اسمو هذا اخويا هذيك بنان هذا اخوش سميتها بنان كنحاولوا ناخذوا منها شويه 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 فهمتي منا نكتشفوا ثقافات وحده اخرين ندوخوا حوايج اخرين بحال دابا هذه زينه كتبان الشيا واحد الجنجلانيه الجنجلانيه هذه بس مش الجنجلانيه هذه شنو واش اسمه هذا؟ واه هذاك تشارك مسكر كعك مسكر زيد وحده زيد وحده زيد زيد وحده سير وحده صافي واحد مقروط سير ندير لك مقروط مقروط يزمي مقروط سير اخويا فوالا سيبو الله يحفظك ليه اش هذا شنو هذا؟ هذاك بيستاش هذه هي لي كورنيه بيستاش زيدنا شو وحده سير جوج من الحال نمشيو نخطبوا مبروك العيد اخويا الزك يعيشك خويا الله يحفظك يا شيخ تقريبا واحد 250 درهم مزيانه 250 درهم اخي وما يبطون ذوقو وكاين دابا الحلوه ديالنا مع ديال الجزائر ما عرفتش الصراحه تقريبا نفس الشيء والسكر شوف السكر كنت باطاش تاخذوه اخويا راكم عارفين انا عاوتاني ما يمكنش لك تلقى كل شيء حنا راه ماشي في بلادنا حنا في بلاد الغربه دونك شي لعيبات كنلقاهم شي لعيبات ما غاديش نقدروا نلقاهم اولا ما يمكن نخلقوا الاجواء وهذا هو ليسونسيال وتبغى تطلع عليه ليسونسيال هو لو بليز امبورطون ليسونسيال هو لو بليز امبورطون قلت مورا ما دخل دابا غادي نمشي عند العائله شوفوا بلا ما تخلعوا بلا ما والو شوفوا ضربوا لي على الحق بعدا ما باش لكم الارينيس نوريها لكم هانتوما شوفوا هاد الكاكول هذا حيت كاين البرد فرنسا هادي راكم عارفين مع الطروشينات كيضربني البرد داكشي علاش كنضرب هاد العيبان انا خوتي كيجيك عرفتي دابا مع الجلابه وهاد الكاكول هذا الله حتى غيوقفوني البوليس دابا مزيان شوفوا لي اخوتي دابا هانتوما الاريني الجليليبه طروسي دابا غادي نسدو الطريق باش نمشيو عند العائله هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكاره ديالي راه هزيت فيها حوايجي كامل حيت خدام انا مورا هاد الشيء هذا دونك خصني نشوفهم فيت في وموراها نمشي للخدمه صراحه ما قراناش شي حاجه جيات بالنسبه للاعياد ديالنا ولكن لا يمكن تحس انت عايش في البلاد ديالهم ما يمكنش يعطوك شي نهار اوف في بلادك نتايا حتى انت سعيد مع العائله ديالك نتايا تكوفيتي مع لا فامي وداك الشيء فدوماج انا الصراحه تقولمت حيت كان عندي الصراحه تكون شي قبل المهم ما يمكنش دابا عرفت شي الاجواء زينه خوتي سبحان الله تيبان لك انهم جو ديال العيد ما عرفتش ضربوا لي على الاجواء كي دايره دابا الوقيته ديال الماكله وداك الشيء كيجي بنادم كياكل هنايا كيفما كنشوفوا هانتوما غير باش تعرفوا انا راه كل نهار كنشوفهم حتى ياكلوا قدامي ولكن هنايا في الغربه باش رمضان قباش مش قبل صعيب ولكن كتشوف كل شيء فهمتي كتشوف كل شيء تياكل بنادم ما لابسش مزيان راكم فاهميني فخاصك انت تصوم على الشوف ديالك زعما البصر ديالك تغطو راكم عارفين صعيب شويه هاد العيبات هادو ماشي بحال المغرب المغرب
كيفاش غنقول لكم المغرب زعما كتشوف كلشي صايب مزيانه بلاد محترم هنايا لا هنا بلاد راك عايش في البلاد ديالو بيان سور دونك نتايا خاصك راك عارف اضافه وصافي المهم بلادك تشوف فيا خلوها بلاد ما يمكنش هذا مخلوع عرفت راه كيشوف الكوبرا هذه راه الاخر الدراري والفوقيه كيقولوا دابا يدير لنا شي حركه في شكل وصل اخوتي واحد العيبه هنايا كطابي الكود كيعيط ليه نيشان في النمره ديالو دابا راه كيصوني في التليفون ديالو ماشي لانتيرفون هذا شوف هادشي وي سناس شوف هذاك الشيء اوتوماتيك لا عالمي يا خوتي دابا ملي كنصوني عليهم كيعيط ليه نيشان في التليفون ديالو هي الصراحه دابا كنطيف لك التليفون حتى شي واحد ما يطلع عندك مشكل بقيتي تما هادشي علاش نقول لكم هاد فرنسا هادي زعما والله شوف كلشي بلي كود هاد فرنسا كامله بلي كود والله ما كان عندك الكود لا طلعتي ولا حل لك شي واحد باش كونوا واضحين هاد اللعيبه خصكم تعرفوهم حتى هما السلام عليكم السلام الله تبارك الله تبارك السلام السلامه ولدي السلامه صباح بخير صباح الحمد لله كلشي مزيان كلشي بخير مبروك علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله يا ربي الصحه والعافيه وكاع داكشي كاع اللي بغيتي فين الدار الخاويه فين هما الدراري مشاو يضربوا دوره مشاو يضربوا دوره ويجيو الله ها انتما خوش ملي تدخل الصالون المغربي تحس كترجع للمغرب كلشي على الصينيه خالتي ها شوفوا لي الكويسات هاد البراد هذا ترونسبارون شكون البراد هذا راه كيبين كلشي انت شي جبتي الحلوه ديال الجزائر واه انت جبت الحلوه ديال الجزائر ما تقولهاش والله ما لقيتش الحلوه المغرب قالوا لي خاصك تمشي لجونفيلي حتى انا ما لقيتهاش هادشي اللي جات ياك المهم ولا ما كاين ايوا صافي حتى بحال المغرب بحال الجزائر كلشي فيه السكر ها انت الحلو الله 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 جيب لينا ولدي الحلوه ديال العيد راه ضروري ها انت جبت لك المكعب والمحجب واش هو داولي والسيجار والمكرفص سميات واعرين هذا والله الا واحد السميات اخوتي ديال الحلوه راه واش كاين دابا دخلت عليكم بالله شنو هو هذا هذا سيجار هذا بريوا 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 اللي كتشعف في البحر الله يعاون والله يلا ملي كيكون فيك الجوع كتضرب ديك البريوا كيقول لك ديال الكرافات ولا ولا هي الكرافات ما كاينش فيها حس الكرافات ما كاين كتشبع القزبر ومعدنوس كتاكل الكرافات كسكسونه اول فين هي مات الكسكسو وكتلقم ودير صافي دابا تجي هنايا تحط كلشي وتطيب الكسكسو صافي صافي 25 دقيقه الكسكسو واجد دير ديونت 25 مينوت صافي تحط الخضره فوالا حتى خضيره هاد الحساب هذا الدريات صافي راه كلشي تعرف طيب دابا ما بقاش هاد المشكل ديال الطياب كلشي غيتزوج كاين الروبو مشيت بغيت تزوج دابا تقول لك كنعرف نطيب عند الروبو العالمي 25 دقيقه صافي 25 دقيقه الكسكسو واجد صافي اه فينك يا ماشي امي من 9 الصباح مسكينه وهي فايقه الجوج باش تصايب لنا الكسكسو ها هو 25 مينوت الدري 25 دقيقه الكسكسو واجد العالمي شنو هذا اش دير عيد مبروك عاود عيد مبروك شنو هي هذه سينكوغون فين ما حوايج العيد لاتش ها هما اش راه حوايج العيد ها الحوايج وري حوايج العيد وريني حوايج العيد هما عندهم هما لي زافير معاهم غنشوف هاو لي فيتمون دو العيد وي سي سا نو سي سا وي سويس سا ماما هي شتي كاع ما مسوق على الحوايج العيد هادو كاع او الحلوه خذي مشي جيب الحلوه او انت صابتي هادي اه ياك اه شي زين دابا هما تصدر دابا هما نورمال ممكن تستنوني انا نعطيهم وانا جاي كنجقرو بغيتي شنو هذاك زين حكي من منك يهضر بانانا بانانا ما غاديش يقدروا انهم يحطوا القصريه لينا كاملين حيت مازال ما تجمعش كلشي وانا خصني نخرج للخدمه وهي قصيره ديالي الدراري ناكل هادي ونمشيو ما شهيتكم شوف عرفتي ملي كتجي للدار حاجه اخرى حاجه اخرى كنضيع هاد رمضان هذا الصراحه شي كيجي انا نقول لك واش هاد الكوكوط مزيانه ولا لا اي حاجه اه بسم الله والله ما تقول الكوكوط اللي دايره ربي والله الا زين بالله هاد الدريات
تعلموا تعلموا 25 دقيقه ثم طيبين الكسكسو. ما كاينش اللبن، كاين الري. منين هذا؟ منين جاي؟ جاي من حد كرت. من حد باربيس. حد باربيس. انا خوتي بحال ما رايحين في المغرب، والله ما تقول الغرب. غاتمشينا مشينا الجامع جايين نضربوا الطعام، مشينا تقدينا بحال في المغرب. مورا ما كليت داك الكسكسو. هانتوما دابا هذا البوليس تلقاهم ديما بحال هكا، ما يمكنش ديما صداع على والو، ما كاين والو كيديروا الصداع. وما يا اخوان مورا ما كليت الكسكسو شداتني واحد القايلوله، قلت غنضرب واحد نص ساعه ونمشي للخدمه ونصور لكم الاجواء واللعيبات. داتني نعسنت معطل فنسيت الفلوغ، مشيت مكسيري بالطروشينات ديالي اللي هي هادي، مشيت كنقول لكم عفطه وحده للخدمه. مورا ملي رجعت مبروك العيد بعدا اخويا الزين. عيد مبارك سعيد. الله يحفظك. الله يحفظك. داز العيد مزيان؟ كلشي مزيان الحمد لله. بخير بخير. الله يعزك يا شيخ. فوصلت هو هذاك بيلا للخدمه، ديجا هاد اليامات هادي راه شادين شويه معايا العكس، ف صافي قلت الفلوغ ماشي مشكل. ودابا تقريبا 11 الليل، وانا دابا جيت اخوتي، هذه هي الطريق ديالي اصلا ملي كنكون جاي من الخدمه، كنكون جاي من ديك الجهه بحال هكا، كنكون غادي للدار اللي كاينه لهي. المهم يا الدراري كما كتشوفوا بنادم مريح ليا ليها، كما كتشوفوا ليها دارك غير طاح لي التليفون في راسكم. وماما الاجواء اخوتي لا توري في كاع ما كتبان من هنايا نورمال، لا توري في كاينه لهي ماشي مشكل. صافي اخوتي دابا نلعبوا الماتش ديال بارسا و باري، دونك زاهية شويه في باري. شوفوا شي قهوه زوينه، شوفوا حنا كيديروا فيها اتاي واللعيبات، نحسوا شويه بالاجواء ديال المغرب. جيت باش انني نشرب واحد كاس اتاي، قلت في واحد القهوه مزيانه هذه، شوفوا لي شحال البنات باش تفرج. مايمكنش البارسا والبي جي، دابا البي جي خاسر اسيدي بثلاثة لجوج ضد البارسا، ودابا الدقيقة 82. مايمكنش بنادم حاقد ديمبيلي قال لهم برا. البي جي متخاذلة والله، هذوك شجعوا البارسا. باش جدي عمرو ما يديروها مزيانه، واخا ما عرفتش شكون يجيبوا اخوتي والله، واخا يجيبوا اللعابه المزيانين ديال العالم كامل عمرو ما يديوا الشامبيونز ليغ هذه والله. المهم هادشي اللي كاين اخوتي كيف ما كتشوفوا، هادو هما الاجواء ديال العيد هنايا في فرنسا. دونك عشتوا معايا تقريبا النهار كامل من غير الوقيته اللي كنت خدام فيها اللي ما نقدرش نصور فيها بيان سور. ما تنساش بيان سور زر لايك كومونتير وشاركوا في القناه راكم عارفين، باش نتسناو ان شاء الله فلوقات اخرين جايين من هنا لقدام. كان معكم دناس، اقول لكم تهلا. Poppin' like I'm post to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Movin' like I'm into. Hit the ground running like the